في البداية أود أن أشكر الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على ما تفضلوا به بتنظيم دورة الألعاب العربية 15 في مدة قصيرة لا تتجاوز 3 شهور، وهذا إنجاز ومفخرة لنا كعرب بأن تقوم الجزائر باحتضان هذه البطولة التي تجمع الشباب العربي، وكانت هذه البطولة على أحسن مستوى من التنظيم ومن الضيافة ومن النتائج لجميع الدول العربية المشاركة، كما أن الاحتفال عكس الروح القومية والعربية التي دائما الجزائر منارة لها. في الواقع الجزائر أنا أعرفها قبل دورة الألعاب، والجزائر هي بلدي وليست بلدي الثاني، وأهل الجزائر هم أهلي، فما شاء الله يعني ما جميع المناطق سواء كانت وهران أو قسطنطينية أو عنابة أو أي منطقة في الجزائر أنا أعتبرها أحسن من أي منطقة أخرى موجودة في الشمال الأفريقي.